السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شوي هو نرد على محمد راضي الليلي، على ذو الناس اللي يقذف فاس بذا النوع من الكلام. أنا بعد نختار نقول له هذيك العضو في المجلس القديم اللي تقول أنت ساب وتعود فم، ياك فهمت؟ راهي واحدة من بنات القبيلة، رشيد تامك رئيس مجلس الإقليمي راه واحد من ولاد القبيلة، والبشير تامك واحد من ولاد القبيلة، والعام راه عام الإقليمي صزاك. هذا الكلام اللي تقولي عاد حق، أراهنا نشوفوه ونعرفوا عنه حق ونعرفوا عنه ذو الناس مجرمين. ولا عاد لاشم الكلام الما وخالق تم حد يقذف به أعراض الناس ويشوه أعراض الناس، هذا غير معقول وما هو مقبول وإحنا ضده. وانا بعد نختار نقول لك شوي هون، يقول يلي حامل دليل معاك راه تشوفه بعد الناس، ولا ما عاد الخالق ذاك اعراض الناس تجيب الباس. منادم لقام يسجل قدام العالم ويفصل من الكلام الجارح يكتل، يقول مبسوط ولا عاس على راسه من قذف يذل، مولاه يسوق وما هو حاس، وهذا لا عاد الخالق بل، لو في الناس اللي تنقاس بيه اراه انه وعجل الا خباط والله دراس يلي حامل دليل معاه. وحد يدور اسراره هلاسه يفضحهم ذا ما يتواسه، واشبه لمنادم واشبه لمنادم الكياسه، يحد الدور تجيب الناس تحميك وتبقى عساسه عليك بلباق وتخراس، وتجيك بخطه قوساسه وانت مانك فاطن قوساس يلي حامل دليل معاك.